حبايب قلبي من جوه، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى السامعين يا رب. رمضان شهر الخير، الشهر اللي احنا بنختبر فيه قدرتنا على تحمل عدم وجود الطعام عشان نحس بالفقراء والمساكين. الله على ده الشهر كلنا مستنينه، يا رب يتقبل صيامنا وقيامنا بكل خير. الشهر ده من اهم الحاجات اللي المفروض تكون فيه ايه؟ الهدوء، الاستكنان، السلام. يا سلام، بيوتنا كلها هدوء وسلام واستكنان قبل ما يتحط الفطار. رائع السلام والاستكنان اللي موجود، ما بنسمعش غير صريخ وزعيق، انتفاضة، زلزال، بركان. ما نسمعش غير صريخ، والصريخ يتضمن جمل غريبة، شمبوشة فين الفول، وحاجة غريبة بتحصل قبل الفطار ومش كأنه سفرة الطعام إلها جوانح راح تطير هيك وتحلق فوق. يا حبايبي في ايه؟ في ايه؟ ايه الفجعة دي؟ ثواني، احنا عندنا بقى سفرة رمضان تنقسم الى ثلاث اقسام، رمضان ينقسم الى ثلاث اقسام، بداية رمضان، منتصف رمضان، عند ايه؟ اخر رمضان. كل واحدة تختلف عنها. الاولى بقى بداية رمضان تيجي تقعد على السفرة، بسم الله، تلاقي 37 نوع سمبوسة. سمبوسة بالجبنة، الجبنة دي ليها صب جروبز، مش جبنة وخلاص. انت بتقول ايه يا راجل؟ لا، احنا عندنا سمبوسة بالجبنة، الجبنة دي فيها تحتيها حاجات، سمبوسة جبنة كيري، جبنة سايلة، جبنة رايحة، جبنة جاية، جبنة بيضة، جبنة سمرة، جبنة كل انواع الجبنة بقى هتكون ايه في السمبوسة اللي بالجبنة. بس في سمبوسة باللحمة، لحمة رايحة، لحمة جاية، لحمة انواع من اللحم، بعد سبوسه بالسبانخ، سبانخ جاي. يعني في بدايه رمضان بقى اعضاء السفره بيكونوا كام؟ 5 تنفار. الاكل بتاع مين؟ بتاع 50. لسه هتلاقي فول بقى، فول مدمس، فول بزيت، فول جلابه، فول يتجلب على جمر الغزاء، فول مبخر، فول حاطط كالونيا، انواع من الفول، الحمص، حمص بلحمه، حمص بجبنه، حمص ولسه اللقيمات بقى، اللقيمات لا لو شكلها مش حلو هتلاقي في عضو من اعضاء السفره قال ليه امي ليه شكل اللقيمات كده، شكلها مو مظبوط، روحوا غيروا اللقيمات واعملوها حاجه مظبوطه، لازم تبقى دوائر مظبوطه. العصيرات، كل انواع العصيرات بقى، كله حمر، تمر هندي، تمر قصيمي، كل انواع العصيرات، وتانجو وتوت وتوفنتو ومنتو، كل الانواع بقى. لا والعيش انواع، شريك، بريك، مريك، فريك، حاجات كتير قوي قوي على السفره ومتنوعه دي ببدايه رمضان. وفوق كل ده يطلع لك منبر من اعضاء السفره، واحد تاني اخوه، امي فين الاكل الرئيسي؟ يقوم ايه بقى؟ يجيبوا له صينيه مكرونه. غير ده كله في اكل رئيسي؟ انت بتقول ايه يا راجل؟ ده لسه في ملوخيه ومكرونه، فراخ محشي، في حاجات لسه ولا. وفي ناس بيتعشوا بعد كل الاكل ده، يتعشى الساعه عشان لسه هيتسحر الساعه مليون، لسه انت ما شفتش حاجه. يجي بقى منتصف رمضان فجأة كده، او تقف نوير، تلاقي السفرة تغيرت، سبحان الله، كأنها محسودة، معيونة، في حاجة حصلت مش طبيعية. تلاقي السفرة فجأة ما فيهاش غير طبق فيه 5 تمرات بالعدد، سمبوسة لحمة، سمبوسة جبنة، في بس قل، الشوربة نوع واحد، ما بقتش 7000 نوع، وبس وقفنا ده في منتصف رمضان. وهاتي الناس، طب ما هو مبسوطين وعايشين وحلو، يعني لو كان الاكل قليل كان حلو بقى. يا سيدي ده اللقيمات اللي كان بيتشرط في بدايه رمضان، عايز شكلها، ما امي ما صارت مدوره زي دايما، نبغاها مدوره، بقت في نهايه رمضان شكلها كده زي الجلافس، كده زي الجلافس، لها صوابع الحبه منه، وياكلها ويطهمش. يا سيدي انت تيجي في نهايه رمضان تقعد على السفره طب هب، يا جماعه في ايه؟ مفيش اكل ولا تمر حتى، ولا ميه تشرب، ما فيش حاجه. يا جماعه هو في فطار؟ تيجي الام، هو انتوا تبوا فطور؟ ايوه احنا صايمين عايزين فطور. الله غريبه، تبوا فطور؟ طب خدوا اهو في المطبخ جبنه وعيش سوا وبناكلها والحمد لله وعايشين. ليه ما نخلي نهايه رمضان هي بدايه رمضان ونبتدي ونكمل على القليل؟ يا سيدي ده لما ما يقهرنيش غير جمل رمضان. مين جمل رمضان بقى؟ ده جمل رمضان ده الصائم اللي قبل اذان الفجر يسال، اقول لك مقدر الفطر؟ يقوم حد يقول له لا لسه مقدر اكيد. طب في ايه يا حبيبي؟
ايه الميه دي اللي انت ايه الميه دي اللي انت بتشربها؟ ايه في ايه يا حبيبي؟ انت بتكتر، انت جمل وبتكتر لتاني يوم؟ مش ايه اشرب ميه على قد معدتك، تنام وانت الميه واصله لمناخيرك ليه؟ ما تحط الجلوكوز احسن وتتخمت. ما اضطر